بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم حبايبي، أخباركم إيه؟ قاعدة النهاردة قاعدة سهلة جدا. تقول لي ما أنت كل مرة بتقول سهلة، لا بجد والله سهلة فعلا. قاعدة الصفة والظرف، وإمتى بنستخدم الصفة وأماكنها وإمتى بنستخدم الظرف وأماكنها، قاعدة سهلة جدا وهتحبها حرفيا. بص يا سيدي العزيز، لازم تبقى عارف ان الصفة ليها اماكن محددة لازم تيجي فيها، وده هيساعدك جدا وانت بتختار. انك انت مثلا بيبقى عندك سؤال اللي بتختار فيه derivatives المشتقات، امتى بختار الصفة وامتى بختار الظرف وامتى بختار الاسم وامتى بختار الفعل، وتلاقي الاربعة شبه بعض والكلمات متشابهة. اللي انا هقوله النهاردة هيفيدك جدا فركز معايا. طبعا هنبدا مع بعض كالعاده بان احنا نشرح على البورد، اشرحه لك بالتفصيل، وبعدين هراجع لك عليهم على شكل سلايد سريع علشان تفتكر معايا احنا قلنا ايه في اخر المحاضرة. يلا بينا نشرح مع بعض على البورد. نبدأ الاول بالصفة، والصفة اللي هي معناها adjective ليها ثلاث اماكن يا عزيزي لازم تيجي فيهم صفة، منهمش رابع. ثلاث اماكن دول هم ايه؟ الصفة ممكن تيجي قبل الاسم الموصوف، يعني مثلا هدي حضرتك مثال. لو انا مثلا بقول ولد شاطر هقول a clever boy، اهي كليفر دي صفة جت قبل الاسم الموصوف اللي هو بوي، وده واحد من الاماكن الثلاثة اللي ممكن تيجي فيهم الصفة. المكان التاني اللي ممكن اكتب فيه الصفة، ممكن الصفة تيجي بعد verb to be، بعد يكون، بعد am، بعد is، بعد are، بعد was، بعد were، بعد اي verb to be. زي مثلا the boy الولد is clever، هنا ده المكان التاني. المكان الثالث اللي ممكن تيجي فيه الصفة، ان الصفة ممكن تيجي بعد افعال يبدو، بعد اي فعل معناه يبدو، seem يعني يبدو، look يعني يبدو، sound يعني يبدو، taste يعني يبدو طعمه، smell يعني تبدو رائحته. اي فعل معناه يبدو ممكن احط بعده صفة، زي المثال ده مثلا the boy الولد seems يبدو clever. طب يا مستر مفيش اماكن تانية ممكن تيجي فيها الصفات؟ لا، هما التلات اماكن دول بس، قبل الاسم الموصوف، بعد يكون، وبعد يبدو. بس عايزك تركز معايا في التفصيلة المهمة اللي جاية دي. في بعض الصفات، بعض الصفات اللي هي اصلا بتبدأ بحرف الاي، تبدأ بحرف الاي. تقول لي استنى مستر، طب ما انت قلت هنا clever. لا 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 لا، هنا الاي أداة نكرة معناها واحد، تعود على الولد، a clever boy يعني ولد شاطر واحد، اوكي؟ ما هياش جزء من الصفة، يعني clever لما اتكتبت هنا ما اتكتبلهاش a، ولما اتكتبت هنا ما كانش أولها a، لا، هي أصلاً clever ما بتبدأش بحرف الـ a، أنا بكلمك أصلاً عن الصفات اللي بتبدأ بحرف الـ a، زي مثلاً alive على قيد الحياة. تقول لي الله مش live يعني عيش؟ أقول لك آه. تقول لي إيه بقى حكاية alive دي؟ لا دي مش فعل، دي صفة معناها على قيد الحياة. asleep، تقول لي الله مش sleep معناها ينام، ده فعل. أقول لك لا، sleep لوحدها معناها ينام، إنما asleep على بعضها معناها نايم. زي مثلا كلمة awake يقظ أو صاحي، aware واعي باللي بيحصل حواليه. المهم إن مالهم الصفات دول يا مستر اللي بتبدأ بحرف الإيه، مالها؟ قال لك الصفات اللي بتبدأ بحرف الإيه، قالت لي كده حرفيا أنا يا سيدي متنازل عن واحد من الأماكن التلاتة. يعني ايه؟ يعني مش انت بتقول ان اي صفة في الدنيا ليها تلات اماكن، قبل الاسم وبعد يكون وبعد يبدو؟ اقول لها اه. تقول لي انا بقى متنازل عن مكان من التلاتة، انا مش هاجي قبل الاسم. يعني ايه؟ يعني الصفات اللي بتبدأ بحرف الايه لا تأتي قبل الاسم الموصوف. انت بتكلم بجد؟ اه. امال بتيجي فين؟ الموصوف دي واو طبعا، يعني مش ممكن ابدا. اهو ركز معايا في العربي بقى، انت مش شاطر في العربي زي حالتي ولا ايه؟ أو لا تأتي قبل الاسم الموصوف ازاي مستر؟ امال تيجي فين؟ قال لك عادي بتيجي بعد يكون او بعد يبدو. يعني انا مثلا ما ينفعش اقول مستر اسليب بوي ولد نايم، لا ينفع اقول ذا بوي الولد از اسليب، ده ينفع. ينفع اقول ذا بوي سيمز اسليب، ذا بوي سيمز اسليب، ينفع. يعني ينفع اقول ذا بوي از او ذا بوي سيمز اسليب، انما انك تقول لي
اسليب بوي قبل الاسم الموصوف ده ممنوع. يبقى كده الصفات اللي بتبدا بحرف الاي ما بتجيش قبل الاسم الموصوف. الصفات عموما بتيجي في ثلاث اماكن: قبل الاسم الموصوف، بعد يكون، بعد يد. ما عدا الصفات اللي بتبدا اصلا بحرف الاي دي ما بتجيش خالص قبل الاسم الموصوف، ولكن بتيجي بعد فيرب تو بي او بعد يبدو بس. حلو قوي. طب عندنا ايه كمان عايزين نقوله عن الصفات؟ عندنا حاجه كده اسمها الاسماء المركبه من الاربع كلمات دول. حضرتك عارف every، any، some، ونو. تقول لي اه عارفهم. اقول لك مش احيانا بتقابل كلمه اسمها every ده everybody او everyone؟ اقول اه. anyone او anybody؟ اه. someone او somebody؟ ايوه. no one او nobody؟ ايوه. دي اسمها الكلمات المركبه من الاربع كلمات دول. يبقى الاربع كلمات دول ممكن نعمل منهم كلمات مركبه اسمها ضمائر، او بين قوسين اسماء، بس هي اصلا ضمائر. يعني ضمائر مركبه من no او some او any او every. ماشي يا مستر، مالهم دول؟ قال لك الناس دي اللي مركبه من الصم والاني والافري والنو ناس مغرورة قوي. ليه يعني؟ يقول لك لان هم قالوا ان الصفة ما تجيش قبلنا، الاسامي او الضمائر دي لا تأتي قبلها الصفة. الله، ما الصفة تيجي فين؟ ولكن على العكس الطبيعي، على عكس الواقع اللي ممكن يحصل، ان الصفة تأتي بعدهم. ازاي يعني؟ هقولك. المفروض ان الطبيعي نقول مثلا important person، شخص مهم. اه يا مستر مظبوط، important person، ادي الصفة وادي الاسم، والصفة تأتي قبل الاسم. مظبوط، تمام قوي. طب انا لو هقول important someone، شخص ما، صح ده؟ لا، كلام ده غلط. ايه ده؟ ليه الكلام ده غلط يا مستر؟ قال لك لان الكلمات المركبة من some و any و نو و افري مغروره لدرجه انها قالت لي الصفه ما تجيش قبلنا، احنا اكبر من ان الصفه تيجي قبلنا، احنا نيجي احنا الاول. يعني نكتب حضرتك سموان الاول، وبعدين بحط انت الصفه براحتك امبورتنت. يا بجد ده؟ بجد. يبقى كده هنعكس الواقع الطبيعي قوي ان الصفه بتيجي قبل الاسم الموصوف، ما عدا في الموقف ده، ما عدا من الاسامي المركبه من سم واني وافري ونو، الصفه تيجي بعدهم مش قبلهم. هم يجوا الاول وبعدين الصفه تيجي بعدهم، فنقول someone important، نقول something dangerous، حاجه خطيره، لان something مكونه من سم، مركبه من سم، فجت قبل dangerous. dangerous الصفه، المفروض ان الصفه الاول. لا، مع دول ما بيحصلش ان الصفه الاول، وبنعكس، بيبقى الصفه بعد الاسامي دي المكونه من سم ومن اني ومن نو ومن افري. طب يا مستر عايز تقول ايه كمان؟ قال لك عايز اقول ان الصفات في منها نوعين. تقول لي بس عارفهم، صفات قصيره وصفات طويله وكنا بناخدها واحنا صغيرين. اقول لك لا، كلامك صح، في صفات قصيره وصفات طويله، انا موافق عليهم. انا بكلمك عن نوعين من الصفات، حاجه اسمها صفه قويه وصفه ضعيفه. المستر مش فاهم يعني ايه صفه قويه ويعني ايه صفه ضعيفه. هقول لك يعني مثلا هابي يعني سعيد. تقول لي اه. هقول لك في كلمه تاني معناها سعيد اسمها delighted، مبتهج، سعيد قوي، فرحان قوي. فعشان كده هنعتبر ان هابي صفه ضعيفه لكن delighted صفه قويه. هقول لك حاجه تانية، good يعني جيد، حلو قوي. في حاجه تانية اسمها excellent، ممتاز. يبقى جود صفه ضعيفه بتدي نفس المعنى بتاعت اكسلنت، بس اكسلنت قويه قوي. باد يعني سيء، في كلمه تانية اسمها هوريبل، فظيع، صفه ضعيفه وصفه قويه. بيج يعني ضخم الحجم، لكن في كلمه تانية اسمها جايجانتك، ضخم جدا، عملاق. يبقى كده الصفات بتنقسم من حيث المعنى مش الحجم. من حيث الحجم في قصيره وطويله، ودي طبيعي هناخدها في مقارنه الصفات، انما بكلمك على المعنى. في صفات صفات ضعيفه وصفات قويه. الصفه الضعيفه زي هابي قويه ديلايتد، الصفه الضعيفه زي جود الصفه القويه بتاعتها اكسلنت، الصفه الضعيفه زي باد الصفه القويه بتاعتها هوريبل، الصفه الضعيفه زي بيج والصفه القويه بتاعتها جايجانتك. حلو قوي. قال لك الصفات الضعيفة تأخذ ظرف درجة ضعيف. يعني ايه ظرف درجة؟
ظرف درجة زي very يعني جدا و so يعني جدا، بحطها عشان قبل الصفة، بتحط قبل الصفة عشان توضح لك درجة الصفة، واحنا هنتكلم عنها بعد شوية في لما نيجي نتكلم عن الظرف، في أحد أنواع الظرف اسمه ظرف الدرجة، ده بيتحط قبل الصفة عشان يوضح لك قد إيه، يعني أنت سعيد؟ أه. طب قد إيه؟ فتقول له so happy جدا، very happy جدا، quite إلى حد ما، quite happy، rather happy إلى حد ما. في ظرف درجة قوي زي الصفات القوية، وفي ظرف درجة ضعيف زي الصفات الضعيفة، يعني مثلا very so ضعيف، فالضعيف يجي مع الضعيف. عارف انت العائلات الكبيرة تقول لك احنا ما نسيبش غير عائلات كبيرة زينا، اهو نفس الفكر، الصفة القوية تاخد ظرف درجة قوي. ايه القوي ده؟ زي ايه؟ زي extremely للغاية، زي totally تماما، زي really حقا، دي قوية تيجي مع القوي. انما الصفات الضعيفه تاخد ظرف درجه ضعيف زي very so، يبقى very happy. لكن لو delighted ما ينفعش very، اقول extremely delighted، totally delighted، really delighted، يبقى الصفه القويه تاخد ظرف قوي والصفه الضعيفه تاخد ظرف ضعيف، الصفات القويه تاخد ظرف قوي. طب انا مستر محتاج، عايز حضرتك تديني امثله على الصفات القويه الضعيفه، سوري انا كده كتبت قوي وقوي، قوي وضعيف. بص يا سيدي العزيز، الصفة الضعيفة تاخد ظرف ضعيف، محتاج حضرتك يا مستر تديني مثال على الصفة الضعيفة، ده زي مين؟ زي مثلا احنا اتفقنا على happy، زي good، bad، big، دي صفات ضعيفة. طب الظرف الضعيف زي so وزي very وزي rather وزي quite، كوايت كيو يو اي تي اي، لان لو الاي من جوه هتبقى معناها هادئ. كويس، دي ظرف ضعيف ودي صفه ضعيفه، ممكن جدا اقول سو هابي سو جود سو باد سو بيج، فيري هابي فيري جود فيري باد فيري بيج، راذر هابي راذر جود راذر باد راذر بيج، او كوايت هابي كوايت جود كوايت باد وكوايت بيج. الصفات الضعيفه بتيجي مع الظرف الضعيف، اما الصفه القويه تيجي مع القوي. يبقى خليني اقول لك مثلا صفة قوية تيجي مع ظرف قوي، اديني امثلة على الصفة القوية من هابي في كلمة delighted، good excellent، bad horrible حاجة فظيعة، big gigantic. الظرف القوي زي مين؟ زي really extremely totally. يبقى كده ينفع استخدم اي واحد من الظرف القوي ده مع الصفات القوية كلها، ينفع اقول really delighted really excellent really horrible really gigantic. يبقى كده الصفة القوية تاخد ظرف قوي والصفة الضعيفة تاخد ظرف درجة ضعيف. سهلة دي؟ سهل. طب تعال نتكلم شويه عن الظرف، لان حكايه اتكلمنا عن الصفه. قال لك الظرف خمس انواع، في ظرف مكان وظرف زمان وظرف درجه وظروف التكرار وظرف الحال او الطريقه او المانر. قبل ما اشرحهم لك على السبوره عايزك تدردش انا وانت مع بعض شويه. اولا الظرف قلنا كام نوع؟ خمسه. ظرف الدرجه احنا اتكلمنا عنه، هو الظرف اللي بيتحط قبل الصفه عشان يوضح درجه الصفه. ظرف بيتحط قبل الصفه، ممكن يتحط قبل ظرف، يعني ممكن اقول لك speak he speaks، هو بيتكلم very quickly بسرعه قوي، يعني very هنا اتحط قبل quickly قبل ظرف برضه، فظرف الدرجه ده ممكن يتحط قبل الصفه او قبل الظرف، فالظرف يتحط قبل الصفه او قبل الظرف، ظرف الدرجه. يبقى اول نوع من الظرف ظرف الدرجه، خلاص عرفناه، بيتحط قبل الصفه او قبل الظرف برضه علشان يوضح لك الدرجه، درجه سعادتك ايه؟ انا فيري هابي، درجه حزنك ايه؟ ام فيري ساد، درجه السرعه اللي بيمشي بيها ايه؟ فيري كويكلي، ايا كان بيتحط قبل صفه او قبل ظرف فده اسمه ظرف درجه، فيري، وفي منه ضعيف وفي منه قوي زي ما اتفقنا، ده اول نوع. النوع الثاني ظرف ظروف التكرار. وظروف التكرار دي احنا خدناها من زمان قوي بس هفكرك بيها، always usually sometimes often whenever، ودي بتتحط قبل الفعل او بعد verb to be، يعني مثلا هحطها قبل اي فعل في المضارع او في الماضي بالمناسبه، مش حكر على المضارع بالمناسبه، يعني هي بتاعت المضارع والماضي. اقول مثلا he always speaks English او he always spoke English،
بتعبر عن العادات، يعني بتحطها في المضارع فتعبر عن عادات المضارع، بتحطها في الماضي فتعبر عن عادات الماضي، يبقى ظرف الدرجة يأتي قبل الفعل أو بعد يكون. He is always clever. He is always clever. أو he was always clever. يبقى ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل أو بعد يكون. يبقى احنا كده اتكلمنا عن نوعين، ظرف الدرجة قوي وضعيف، وده بيتحط قبل الصفة أو قبل الظرف، وظرف التكرار قبل الفعل أو بعد يكون. النوع الثالث ظروف الزمان، ظرف الزمان today, tomorrow, yesterday، ظرف الزمان بيجي في آخر الكلام أو في أول الكلام. today I study English أو I study English today، ظرف الزمان بيجي في أول الكلام أو في آخر الكلام. ظرف المكان here يعني هنا، there يعني هناك، outside بالخارج، inside بالداخل. وظرف المكان بيتحط قبل ظرف الزمان، لو احنا عندنا ظرف الزمان في آخر الكلام فظرف المكان قبله على طول. يعني مثلا I'm study English here tonight، tonight ده الليلة ظرف زمان وقبله here. ده رابع نوع من أنواع الظرف. خامس نوع من أنواع الظرف ظرف الحال، اللي حضرتك تعرفه، اللي بيبقى آخره الواي، quick سريع، quickly بسرعة، slow بطيء، slowly ببطء. وده اللي انت بتاخده من زمان وبتقول لك واحنا صغيرين كده، كان المدرسين يقولوا لنا ايه، يقولوا لنا بتحط ايه اللي واي للصفه فيتحول الى ظرف، بيعبر لك عن طريقه الحكايه، يعني بيذاكر ازاي، quickly بسرعه، loudly بصوت عالي، slowly ببطء، quietly بهدوء. بس فظرف الحال او الطريقه اللي بيبقى اخره اللي واي ده يعبر عن الطريقه، بيعمل كده ازاي ردا على سؤال هاو، كيف. تمام، تعالى سريعا انا وانت نقولهم كمان مره على البورد، ايه انواع الظرف، اشرحهم لك كمان مره. طبعا بنتكلم عن الادفيرب اللي هو الظرف، وقلنا ان الادفيرب انواع، واحد ظرف الدرجه قبل الصفه او الظرف ليحدد درجته، عايز اعرف سعيد قد ايه هحط ظرف درجه، كويس. اتنين ظروف التكرار زي always usually sometimes often never، ودي بتيجي فين، قبل الفعل او بعد يكون، او بعد فعل يكون، بعد ام واز وار ووز وير. هي از اولويز كليفر، ادي اولويز جت بعد از، او هي اولويز ستاديز، هي اولويز ستاديز، هو دايما بيذاكر، فبالتالي اولويز جت يا اما بعد يكون يا اما قبل ستادي، كويس. تالت نوع من انواع الظرف ظرف الزمان. خلينا الأول أفكر حضرتك، ظرف الدرجة وظرف التكرار. ظرف الزمان بيأتي آخر الجملة، today yesterday tomorrow tonight. ظرف المكان قبل ظرف الزمان، الله. فاضل الخامس، الخامس بقى هو ظرف الحال او الدرجه، وده اللي احنا محتاجين نتكلم عنه شويه انا وانت. ظرف الحال او الدرجه يا سيد العزيز، ظرف الحال اللي بيسموه مانر، احنا لو هنبص كده عليهم هنلاقي فيه ديجري درجه، وهنلاقي فيه فريكوانسي تكرار، وهنلاقي فيه تايم ظرف الزمان، وفي بليس ظرف المكان، وده المانر ظرف الطريقه او الحال. الحال او الطريقه ده اللي هو بيبقى عباره عن صفه نضيف لها الواي، يعني مثلا quick تبقى quickly بسرعة، slow بطيء تبقى slowly ببطء، quiet هادئ، التي قبل الاي تبقى هادئ، quietly بهدوء، وهكذا. كويس، ده مكانه فين في الجملة؟ قال لك ده يجي في ثلاث أماكن. بس احنا من احنا صغيرين كان يقول لك ظرف يجي بعد الفعل، يعني هي سبيكس كويكلي، ده واحد من الاماكن، انها مش كلها. ظروف اللي اخرها ال واي دي ممكن تيجي في ثلاث اماكن، قبل الفعل
ايه ده بجد؟ اه بس مش بيجي كتير قبل الفعل، يعني هو عادة بيجي بعد الفعل، انما لو جه قبل الفعل مش غلط. انا مش عايزك تشوف الظرف قبل الفعل فتستبعد الاختيار ده من الاختيارات، تقول لا ما ينفعش اقول كويكلي رانز، لا ينفع. ينفع اقول رانز كويكلي وينفع اقول كويكلي رانز. انت ما حدش قال لك، انما انا لازم اقول لك ان ظرف الحال اللي اخره ال واي ممكن يبقى قبل الفعل وممكن يبقى بعده عادي جدا، مفيش مشكلة. قبل الفعل او بعد الفعل بيجي كتير بعد الفعل، اه يعني اكتر بعد الفعل، مشهور انه بيجي بعد الفعل، انما مش ده معناه ان قبل الفعل غلط. احيانا بيجي اول الكلام اصلا، احيانا نلاقي جملة بتبدأ بظرف، زي مثلا sadly للأسف he lost his leg، زي مثلا fortunately لحسن الحظ he won the race، كسب السباق، زي unluckily لسوء الحظ he failed the exam، فشل في الامتحان. ينفع احط ظرف الحال اللي اخره ال واي في اول الكلام؟ طبعا ينفع، يبقى كده ظرف الحال او الطريقه او المانر اللي بيبقى اخره ال واي بيجي قبل الفعل او بعد الفعل او اول الكلام. خد بالك انه مثلا لو صفه اخرها ال واي اصلا هو في صفات اخرها ال واي مستر بتبقى ظرف؟ لا، ده في صفه زي مثلا صفه فريندلي، فريندلي يعني ودود، فريندلي كده اخرها ال واي بالشكل ده صفه. طب انا لو عايز احط لها ال واي، عايز احولها لظرف، اعمل ايه؟ قال لك ما هو مش معقول هتحط لها ال واي تاني تبقى فريندلي للي، ما تهزرش، اكيد لا، مش ممكن، مستحيل. طب ما اللي عمل ايه؟ قال لك ساعتها عشان تحول فريندلي دي اللي اصلا صفه اخرها ال واي الى ظرف، فبتحطها في عباره ظرفيه بتقول ان ا فريندلي واي، بطريقه واي او مانر، بطريقه ودوده. يبقى ان وبعدين نحط الصفه الاخيره هي اللي واي، وبعدين واي او مانر، ساعتها بتبقى ظرف. يبقى ده ظرف، كل ده كده اسمه ظرف بتاع فريندلي. ليه؟ لان فريندلي اصلا صفه اخرها اللي واي، انا متعود لما اجيب الصفه واحولها لظرف بحط لها اللي واي. طب الصفه اللي اخرها اصلا اللي واي، قال خلاص هضطر احولها لظرف بالطريقه دي، اقول ان ا فريندلي واي يعني بطريقه ودوده، ان ا سيلي واي بطريقه سخيفه، ان ا فاذرلي واي بطريقه ابويه، ان ا ماذرلي واي بطريقه اموميه. اوكي كويس قوي. يبقى الحاجات الصفات اللي اخرها ال واي زي فريندلي وزي سيلي وزي فاذرلي وزي فريندلي وزي ماذرلي بنحط لها ظرف، بنحولها لظرف من احنا نحطها جوه هذه العباره ان ا فريندلي واي او ان ا ماذرلي واي وهكذا. كويس. اما بقى الصفه اللي اخرها واي بنشيل واي ونحط اي ال واي، لو قبل الواي ساكن، حاجات بتاعت زمان بقى. الصفه اللي اخرها ال اي بنشيل اي ونحط واي بس. طب الصفه اللي اخرها ال، قال لك لا عاديه تحط لها ال واي عادي. ده بجد؟ ده هي اصلا اخرها ال، مالناش دعوه، طالما اخرها ال كانك مش شايف ال، الحرف عادي. اللي اخرها ال ايه بنشيل ايه ونحط واي، تخيل. انما اللي اخرها ال بس عادي جدا بنحط لها ال واي. طيب في حالات شاذه، اه لازم تعرفها الحالات الشاذه وتبقى حافظها زي اسمك قوي قوي. مين الحالات الشاذه في الظرف؟ قال لك مثلا جود يعني جيد، الظرف بتاعها ويل بطريقه جيده، ليت متاخر الظرف بتاعها ليت، early الظرف بتاعها early، hard الظرف بتاعها hard. استنى يا مستر، انا قبل كده شفت كلمة hard لي، لا دي معناها بصعوبة او بالكاد، مش دي، مش الظرف بتاع hard يعني بجد، يعني مثلا he works hard يعني يعمل بجد، حطيت هارد بس وهو ظرف وجاي بعد الفعل، لان الظرف من هارد هارد. اما هارد اللي معناها بجد ده موضوع تاني، يعني ده بصعوبة، اسف مش بجد، ده موضوع تاني. بجد اهي الظرف اهي هارد هارد. كمان في كلمة فاست الظرف بتاعها فاست. دي الحالات الشاذة اللي حضرتك لازم تحفظها. طيب كده احنا خلصنا شرح القاعدة بتاعت الصفة والظرف، تخيل بقى قد ايه سهلة لذيذة، بس انت عايز تراجع عليها صح؟ تعال ارجع لك عليها على شكل سلايدس عشان تفتكرها تاني. وقال يا سيدي القاعدة بتاعتنا الصفة والظرف، الصفة تصف الاسم ولها ثلاث أماكن. الثلاث أماكن بتاعت الصفة تأتي قبل الاسم الموصوف clever boy، تأتي بعد verb to be the boy is clever، وتأتي بعد أفعال تقريرية بمعنى يبدو the boy أو she looks clever، look يعني يبدو مش ينظر. هنا لاحظ أن الضمائر المركبة من some وany وevery وno تأتي قبل الصفة على غير المعتاد زي ما اتفقنا. I met someone important مش important someone. There is something unusual مش unusual something. الصفات المركبة الكلمات المركبة من some وany وevery وno عكس الطبيعي، بتيجي هي الأول وبعدها الصفة. لاحظ ان الصفات اللي بتبدا بحرف الاي لا تاتي قبل الاسم مطلقا، زي afraid awake asleep alone alive.
She the man is alone وhe is alone man. مين فيهم الصح؟ ادي جملتين اهو. The man is alone وhe is alone man. Alone صفة بتبدأ بحرف الـ A، ما ينفعش خالص تيجي قبل الاسم، فعشان كده الجملة التانية غلط والجملة الأولى صح. أوكي؟ لاحظ الصفات، في منها القوي منها الضعيف، وأدي furious صفة قوية معنى غاضب، angry ضعيف، excellent قوية، good ضعيف، gigantic ضخم، big، ancient old قديم بس ancient أثري من زمان قوي، كويس قوي. قال لك قبل الصفات القوية لا نستخدم ظرف درجة ضعيف، يعني ايه؟ يعني القوي ياخد قوي زيه، لكن الضعيف ده اللي زي very so ما يجيش مع القوي، ولكن بنستخدم absolutely utterly completely و really. The temple is really ancient. Ancient صفة قوية، فما ينفعش نحط قبلها so very، مش منظر يعني. لاحظ ان هناك صفات مطلقة، يا اما موجودة يا اما مش موجودة، يعني ما بنستخدمش معها اي ظرف درجة. يعني ما ينفعش مثلا اقول لك ايه الراجل ده نقط dead، dead يعني ميت. ما ينفعش اقول لك ها very dead قوية ضعيفة ولا absolutely dead، هتقولي هو ميت. لا في منها ميت قوي ميت جدا، مفيش كلام ده، هو ميت. فدي اسمها صفات مطلقة لا يأتي مع ظرف أصلا درجة. ما هوصف ميت ايه؟ ميت، مش ميت خالص وميت جدا وميت نص نص، مفيش كده. زي مثلا dead وزي final وزي impossible. The man is very dead ده غلط، لأن dead صفة مطلقة ما بتاخدش ظرف درجة أصلا، لا قوي ولا ضعيف. الظرف كلمة تصف الفعل وممكن توصف الصفة والظرف، لأن ظرف الدرجة بيوصف الصفة والظرف طبعا. والظرف أنواع، ظرف المكان inside و outside و here و there و outdoors و indoors و away و nearby. ظرف الزمان اللي بيجي في آخر الكلام زي now و still و today و yesterday و tomorrow و tonight و currently حاليا و everyday كل يوم. ظرف الدرجة لتحديد درجة الصفة أو الظرف، لأنها بتيجي مع الصفة أو الظرف، زي absolutely completely extremely so very، ومنها القوي ومنها الضعيف زي ما اتفقنا. ظروف التكرار اللي بتيجي قبل الفعل أو بعد verb to be، وأحيانا بتيجي في أول الكلام أول الجملة أو آخر الجملة، always usually sometimes often rarely occasionally never. ظرف الكيفية أو الطريقة، وده بيصف الفعل ويأتي بعده وأحيانا قبله، زي he speaks English loudly. تقول لي ما هو ما جاش بعد الفعل، اقول لك عادي ما هو بعد المفعول، ما هو بعد الفعل جاي المفعول ثم loudly، يعني ينفع اقول he speaks loudly او he speaks English loudly والاثنين صح، او he speaks loudly على طول وده صح، يبقى بعد الفعل على طول او بعد المفعول عادي ما فيش مشكلة، الاثنين صح. يتكون ظرف الكيفية من ال واي بتضاف للصفة في معظم الاحيان مش في كل الاحوال، زي different تبقى different اللي حطت لها ال واي، زي hopeful اللي اخرها ال واي برضو حطت لها ال اخرها ال برضو حطت لها ال واي برضو عادي، ليه؟ اللي اخرها ال مش بتعامل معها بشكل غير طبيعي، بالعكس حط لها ال واي. لكن terrible اللي اخرها اي بشيل اي وحط ال واي، يعني اشيل اي وحط ال واي، او اشيل ال ال اي وحط ال واي. اهو هابي اخرها واي بشيل الواي واحط اي ال واي زي ما اتفقت مع حضرتك. لاحظ ان الصفه المنتهيه ب ال واي بتحول الى ظرف بوضعها في عباره ظرفيه، زي friendly تبقى in a friendly way بطريقه ودوده، ودي الحالات الشاذه good well fast fast hard hard late late و early early. بالشكل ده نكون خلصنا قاعده الصفه والظرف، اتمنى تكون فهمتها كويس جدا معايا، اتمنى كمان تكون بتكتب ملاحظاتك اول باول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم أحباب قلبي، أخباركم إيه؟ قاعدة النهاردة هي قاعدة في منتهى الجمال، قاعدة المساواة والمقارنة والتفضيل. تقول لي يا خبر أبيض زهقنا، زهقنا منهم، نحن ناخدهم من زمان قوي. أيوة بس هتفهمهم المرة دي بشكل غير، لأنك هتستمتع إن شاء الله بشرحهم جدا جدا جدا، وأنا متأكد إنك هتحبهم جدا جدا معنا. إزاي نعمل مساواة ما بين اتنين ونقول الاتنين دول قد بعض، أو نقول نعمل مقارنة ما بين اتنين، أو نعمل تفضيل واحد أحسن من الكل في صفة. يلا بينا أنا وأنت مع بعض ندخل نشرحها على البورد، وبعد ما نشرحها على البورد هنراجع عليها في شكل سلايد شرايح سريعة كده علشان تفتكر معايا أنا قلت لك إيه أثناء المحاضرة. يلا بينا. المساواة، ازاي نعمل مساواة ما بين اتنين في صفة؟ ازاي نقول الاتنين دول قد بعض بالظبط، ما فيش حد منهم اكتر من التاني؟ قبل ما نشرح ده، هل المساواة يفرق معاها هي الصفة دي قصيرة ولا طويلة من حيث المقاطع والحروف؟ لا، لانه طبعا انت عارف ان في صفات قصيرة ذات مقطع واحد زي tall short big fat small، وفي صفات طويلة ذات اكثر من مقطع زي interesting exciting. انما المساواة انك تعمل مساواة بين اتنين مش فارق معاه حكاية الصفة قصيرة ولا طويلة،
قاعدة واحدة للقصيرة وللطويلة. علشان تعمل مساواة ما بين اتنين في صفة وتقول الاتنين دول قد بعض، بتكتب اسم الشخص الأول وبعدين بتكتب verb to be أو يبدو، فلان يبدو، وبعدين as من هنا وas من هنا، وكأنها كفتي الميزان الاتنين قد بعض. وصفة النص بدون إضافة، ودي مهمة قوي احفظها كده، as من هنا وas من هنا، والصفة في النص بدون إضافة. طالما في as وas يبقى الصفة مش متضاف لها حاجة، as والصفة وas وبعدين اسم الشخص التاني. مثال مثلا، علي is as tall as احمد، الاتنين قد بعض بالظبط. انت كده عملت مساواه بين الاثنين. طب لو عايز اقول مساواه بين الاثنين بس في صفه طويله، هل الموضوع هيفرق؟ خالص. سندس is as beautiful as افنان. سندس وافنان الاثنين امارات زي بعض، هنا مساواة بين اتنين في صفة طويلة اللي هي صفة beautiful. يبقى ايا كان، ايا كانت الصفة قصيرة زي tall او طويلة زي beautiful، القاعدة واحدة، as من هنا وas من هنا، والصفة في النص بدون اضافة، الاتنين قد بعض وعملنا مساواة. تقول لي طب مستر ماشي، بس لو انا مثلا الجملة منفية، يعني هنا في حالة الجملة منفية، بص كده، في حالة الجملة المنفية، زي مثلا علي isn't مش قد قوي، مش قد احمد قوي، isn't، وعايز اعمل مساواه بقى، هقول الاثنين مش قد بعض، isn't as tall as احمد. ولا في طريقه تانية اقول لك؟ بص كده صح، يعني انا مش بقول كده غلط، بس في حاله النفي ممكن، ممكن وده مش اجباري، ممكن استبدال as الاولى بso، بس مش اجباري. يعني ممكن تبقى علي والاولى بس، خد بالك، علي isn't as tall as احمد، او علي isn't so tall as احمد، الاثنين صح. يبقى الكلام ده امتى؟ في حاله النفي فقط يمكن استبدال as الاولى بسو مع القصيره والطويله. ممكن مثلا نقول، مش هقول بقى سندس وافنان لان الاثنين حلوين زي بعض ومفيش مشكله فيهم، انما هقول مثلا دينا isn't، ممكن اقول as وممكن اقول so. دينا isn't beautiful، مش جميلة as يقين، هنا يقين احلى، ده معنى الجملة. فهنا في نفي، مش كده؟ في حالة النفي ممكن استبدال as الاولى بso عادي مع القصيرة والطويلة، مفيش مشكلة. يبقى المساواة as وas والصفة، هتنفي. يبقى بعد ما تقول isn't او aren't بتستخدم as واز والصفة عادي، او يعني ممكن as واز، وممكن تستبدل as الاولى ايه بسو. دي طريقة للمساواة. في طريقة تانية للمساواة انك تستخدم حاجة اسمها the same. the same الطريقة التانية للمساواة انك تكتب اسم الشخص الاول وبعدين verb to be او يكون او يبدو، ده او ده، وبعدين تكتب the same نفس بس ساعتها مش تكتب صفة، هنا بقى هتكتب الاسم من الصفة. يعني يا مستر الاسم من الصفة؟ يعني بدل ما اقول مثلا اكسبنسيف غالية، اقول ذا سيم برايس نفس السعر، اكسبنسيف وتشيب الصف الاسم منهم برايس. بدل ما اقول مثلا ذا سيم بيج او سمول، هقول ذا سيم سايز نفس الحجم. يبقى ذا سيم ما بتجيش مع صفات، لا بيج ولا سمول، تستخدم الاسم سايز، ما تجيش مع صفات لا اكسبنسيف ولا تشيب، تستخدم برايس السعر. يبقى ذا سيم بيجي معاها الاسم من الصفه، وانا بعد شويه هوريلك على السلايدز كل الاسامي اللي بتيجي في الامتحانات عشان تبقى حفظتها وعرفتها من دلوقتي. يبقى ذا سيم بيجي بعدها الاسم من الصفه وبعدين از وبعدين الاسم الثاني. مثال مثلا، يور فون، تليفونك از ذا سيم. هنا ما ينفعش اقول ذا سيم اكسبنسيف او ذا سيم تشيب، لا، طالما كتبت ذا سيم يبقى لازم اكتب برايس السعر او الثمن، the same price as mine، نفس السعر بتاع تليفوني انا. حلو قوي، يبقى كده جالا اتفقنا انه عند المساواة بنستخدم as واز والصفة في النص، في حالة النفي ممكن مش مجبر، ممكن استبدل as الاولى بسو، وممكن استخدم كمان المساواة the same والاسم من الصفة واز. حلو قوي، ده لو انا عايز اعمل مساواة. اما لو عايز اعمل مقارنه، قال لك هنا بقى ساعه المقارنه لازم نقول ان في صفات قصيره وفي صفات طويله. المقارنه بتفرق في القصيره والطويله عن بعض، في المساواه كان الاثنين زي بعض، القصيره والطويله حاجه واحده. انما ساعه المقارنه تاخد بالك من ايه؟ انه احنا هنعمل كده
وهنقول مقارنة في الصفات القصيرة، وهنا المقارنة في الصفات الطويلة. دي ليها قاعدة ودي ليها قاعدة. تعال نشرح القصيرة الأول. المقارنة في الصفات القصيرة بنكتب اسم الأول، وبعدين verb to be يكون أو يبدو، ده أو ده، وبعدين بنكتب الصفة مضاف لها ER. ليه يا مستر؟ لأن طول بس يعني طويل، taller يعني أطول، short يعني قصير، shorter يعني أقصر، وأنا بعمل مقارنة، فلان أطول من فلان أو فلان أقصر من فلان، فيبقى بكتب الصفة و ER وبعدين أكتب كلمة زان يعني من واسم التاني. يبقى المقارنة في القصيرة اسم الأول وبعدين أما وإذا وآر أو وز أو وير أو يبدو لوك أو سيم أو غيره من أي أفعال يبدو، وبعدين الصفة و ER ذان اسم التاني. مثال مثلا علي is taller than أحمد. عملنا مقارنة ما بين علي وأحمد وقلنا أن علي أطول من أحمد. حلو قوي، عظيم جدا. طب في الصفات الطويلة الموضوع بيختلف؟ ليه؟ لأن الصفة الطويلة أصلا زي expensive و interesting و dangerous و beautiful طويلة جدا، مش ناقصة انك تطول لها ER كمان، هي مش ناقصة، صفات طويلة مش هتستحمل انك تزود عليها حروف. فقالك السبب ده هيخلينا نيجي في المنطقة دي ونغير القاعدة، وتبقى القاعدة في الصفات الطويلة عاملة كده. نكتب الاسم وبعدين verb to be او يبدو، فلان يكون او يبدو، seem او look او sound يعني يبدو، او taste يعني يبدو طعمه او smell تبدو رائحته، وبعدين ما نكتبش الصفة ER، لا مش هينفع هي طويلة، فنكتب more يعني اكتر او less يعني اقل، يا اما more يا اما less، وبعدين الصفة الطويلة وبعدين than اسم التاني. واحد يقول لي يا سلام انت ما رضيتش تحط ER وهم حرفين عشان ما تطولش الصفة فبتزود اربع حروف more و less، اقول لك راجل عيب عليك، هنا انا كنت بلزق ال ER في الصفة taller shorter bigger، انما هنا انا بكتب more expensive less dangerous كلمة منفصلة، يبقى هنا بتحط more أو less قبل الصفة الطويلة علشان تعمل مقارنة ما بين اثنين في صفة طويلة. طب نتدينا مثال يا مستر. طبعا بص يا سيد العزيز، your watch الساعة بتاعتك is more expensive than mine، اغلى من الساعة بتاعتي. يبقى انا كده عملت مقارنة بين ساعتك وساعتي، بس استخدمت مور، وممكن استخدم لس يعني اقل، يا اما مور يعني اكتر يا اما لس يعني اقل مع الصفات الطويلة. الكلام ده عظيم قوي وسهل قوي ولذيذ قوي وكلنا عارفينه. في ملاحظات مهمة جدا، ركز بقى في التفصيلة اللي جاية دي، الملاحظات اللي جاية دي في منتهى الاهمية، ركز معايا. بص يا سيدي، الملحوظة الأولى اللي عايز أقولها لك، هكتب جملة وتقول لي صح ولا غلط. علي is less tall than أحمد، علي أقل في الطول من أحمد، صح ولا غلط؟ ها إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ محد يرد عليا، صح ولا غلط؟ سمعتك، less تيجي مع القصير مع الطويلة وطول صفة قصيرة. هقول لك دي ملحوظة بقى مهمة قوي ومفاجأة، انه من الممكن استخدام less مع الصفة القصيرة او الطويلة. ايه ده مستر ده بجد؟ يبقى انا عايزك تعرف المعلومة دي مهمة جدا، less بتيجي مع الصفة القصيرة والطويلة، مع الاتنين عادي مفيش مشكلة. يعني انا في المقارنة في الصفات القصيرة ممكن استخدم الصفة ER او less زاد الصفة، وفي الصفات الطويلة مور أو لس، يبقى لس تيجي مع دي أو دي عادي، يعني الكلام ده صح مش غلط. يبقى لس تيجي مع الصفات القصيرة ومع الطويلة. طب مور لا، ليه؟ لأن مور موجود مقابل ليها ليها ER، ما هو مور يعني أكتر وطولر يعني أطول وشورتر يعني أقصر، فخلاص أنت مش محتاج ال ER اللي هتزود، موجود مكانها مور اللي معناها أكتر بتزود، إنما كان لازم يبقى عندي حاجة معناها أقل، فلس تيجي مع القصيرة ومع الطويلة، إنما مور بتيجي مع الطويلة بس، ولس بتيجي مع والإي آر بتيجي مع القصيرة بس، ودي ملحوظة مهمة جدا لازم تبقى عارفها. طب إيه كمان يا مستر من الملحوظات المهمة اللي أنت عايز تقولها لي؟ بص يا عزيزي، مين في الجملتين اللي هكتبهم لك دول صح؟ I have more
بوكس فان هيم. ادي جملة I have more box than he has. مين فيهم صح؟ هل اقول انا بملك كتب اكتر منه هو واستخدم him كضمير مفعول، ولا استخدم I have more boxes than he has واقول انا عندي كتب اكتر مما هو يملك وساعتها بستخدم he كضمير فاعل ثم فعل؟ مين فيهم صح؟ الاثنين صح. لو الكلام بينتهي هنا في حتة الضمير ومش هكتب فعل بعدها هستخدم ضمير مفعول. اذا كان الضمير اخر كلمة في الجملة هيكون ضمير مفعول. اما لو هيجي بعده فعل زي يملك، فلو بعده فعل استخدم ضمير فاعل. مستر انا مش فاهمها قوي، يبقى انا كده امتى بستخدم ضمير فاعل وامتى بستخدم ضمير مفعول؟ مثال تاني عشان تفهم. He is taller than me. هو اطول مني انا. He is taller than I am. هنا الكلام انتهى عند مي، مفيش كلام بعده، الضمير اخر حاجة، فلازم يبقى ضمير مفعول. ما هو مي ده ضمير مفعول. انما هنا الكلام انتهى عند I am، في فعل. ما ينفعش يبقى في فعل وقبل الفعل ضمير مفعول، لا ده ايضا ضمير فاعل. يبقى هنا انا لازم اخد بالي ان لو في فعل لازم يبقى ضمير فاعل، لو مفيش فعل خلاص يبقى ضمير مفعول. هو اطول مني انا مي. انما لو في فعل زي ام وزي هاف وزي هاز وزي اي فعل في الدنيا، لا يبقى لازم يبقى ضمير فاعل زي اي او هي او شي، عادي ضمير فاعل من الضمائر بتيجي في اول الكلام عادي ثم الفعل. طيب عندنا ملحوظات تانية على المقارنه مستر. قول لي يا سيدي العزيز، الجمله اللي انا هكتبها لحضرتك دي صح ولا غلط؟ A train القطار is fast القطار سريع. A plane والطيارة is faster أسرع. مستر هقول لك أيوه، تقول لي مش حاطط زان. أقول لك لأ مش هحط زان. ليه؟ الجملة على وضعها كده صح. ليه يا مستر؟ هقول لك لأن هنا هو مش كاتب بعد فاستر دي، كاتب اسرع من مين. طيب قول لي ما انا كاتب القطار اهو. لا القطار جاي في الاول. القطر سريع بس الطياره اسرع. امبارح كان حر بس النهارده احر. انت لطيف بس انا الطف. مش انا طبعا، حضرتك الطف اكيد مني يعني. فيبقى هنا المقارنه لو اتقسمت على جملتين بالشكل اللي انت شايفه ده تتكتب بالشكل ده وما يجيش بعدها زان. يبقى لو جت الصفه اللي اخرها اي ار او مور، او لصفه المقارنه بيسموها صفه المقارنه، صفه المقارنه اللي هي الصفه اللي اخرها اي ار او مور او في من فيها مور او لس، اذا جت صفه المقارنه في اخر الجمله لا نضع بعدها زان. في حاله اذا اتت صفه المقارنه في اخر الكلام لا نضع بعدها زان. مهم جدا. بص كده المثال تاني ده. Yesterday was hot. امبارح كان حر قوي. Today والنهارده is hotter. خلاص هو مش هيقول لك اكثر حراره من النهارده، هو قال خلاص، قال النهارده وجمله امبارح كانت خلصت وجاب جمله النهارده لوحدها، يعني ما قالكش hotter than yesterday. لو عايز يكمل يكمل، هيكتب than يبقى يكتب yesterday، انما لو جايب اخر كلمه hotter لا خلاص ما ينفعش احط معاها than، خلاص hotter بس. يبقى في حاله المقارنه بالطريقه بتاعه الجملتين دي مش بنستخدم than. طيب في اي ملاحظه ثانيه على المقارنه يا مستر؟ يا سيدي عزيز، في اخر ملاحظه على المقارنه. ايه اخر ملاحظه على المقارنه؟ قال لك الاول تفتكر معايا يعني ايه صفه مقارنه. صفه مقارنه يعني الصفه اللي متحط لها اي ار، او في الصفات الطويله بيبقى فيه مور او ليس، مش كده؟ كويس. ايوه يا مستر عارفهم، هي دي صفه المقارنه، مور وليس دي بيجي بعدها الصفه الطويله. بالظبط. صفه المقارنه ممكن احط قبلها 8 كلمات. ممكن احط قبل صفه المقارنه 8 كلمات، بس استنى، الثمانيه دول بس؟ يعني يا مستر يعني ما يتحطش اي حاجه وخلاص؟ مش هنهيس يعني. افهمك الموضوع بس بعد ما اقول لك الثمان كلمات.
ممكن احط قبل صفة المقارنة كلمة a lot. far, much, even. او ممكن احط a little, a bit, a few او slightly. الأربعة الأولين معناهم أكتر بكتير، الأربعة التانيين معناهم أكثر قليلا. يعني أنا لما يبقى عندي صفة مقارنة مسموح أحط قبلها a lot. يعني ممكن أقول مثلا علي is far taller than أحمد. ده صح مستر؟ اه. ليه؟ لان فار واحدة من الثمان كلمات اللي ممكن تتحط قبل المقارنة. فار تولر دان احمد معناها ايه يا مستر كده؟ معناها ان علي اطول بكتير من احمد. او ممكن لو الفرق بينهم بسيط نستخدم واحدة من الاربعة دول، علي is slightly taller. لا بسيط، يعني الفرق بسيط، slightly taller than احمد كده معناها الفرق ما بينهم حاجة بسيطة. يبقى لما نحط الأربعة الأولين دول معناهم أكتر بكتير، لما نحط الأربعة التانيين دول معناهم أكثر قليلا. هقول لك جملة بتيجي في الامتحانات على طول وبتغلطكم، معظم الطلبة بيغلطوا فيها. بص يا سيدي، الجملة بتبقى مكتوبة كده: علي is not taller than أحمد. فالعيال كلهم من قبل ما يقرا الاختيارات يروح مختار اختيار اسمه مور. يقول لك يا سيدي شطارتي دي انا مش عارف اودي شطاره فين، حوش عني الشطاره، يعني الشطاره كتير. هقول له مالك يا فرحان كده ليه؟ يقول لي انا كتبت مور تولر، مور بتاعت المقارنه وتولر مقارنه. اقول له مين قال لك ان ينفع تحط صفتين مقارنه ورا بعض؟ تقول لي انت يا مستر قلت لي ان انا ممكن احط الثمان كلمات دول قبل المقارنه، مش هحط اتنين مقارنة على بعض. ما ينفعش، ما ينفعش اقول مور تولر. دي الغلطة الشائعة اللي معظم طلبة مصر بيغلطوها. ينفع اقول a lot taller, far taller, much taller, even taller, a little taller, a bit, a few, slightly. عادي ينفع اقول a lot more كذا، يعني ينفع احط، يعني مثلا مثال تاني اهو، علي is not more excited، excited دي صفة طويلة، متحمس، زين أحمد. أهي صفة مقارنة برضو، more excited صفة مقارنة. ينفع أحط قبلها a lot برضو عادي، a lot more excited، far more excited، much more excited، even more excited. ولو الفرق بسيط a little more excited، a bit، a few، slightly. يبقى أنا إذا كانت taller أو more أو less أو أي صفة مقارنة، مركز معايا، يتحط قبلهم التمانية دول بس. التمانية دول يتحطوا فقط قبل المقارنة، ما ينفعش يتحطوا قبل المساواة أو التفضيل. والتمانية دول تحديدا بس، مش أي حد تاني، هم اللي يتحطوا قبل المقارنة. تفهمني كويس صح؟ عظيم جدا، مهم جدا انك تبقى مركز في التفصيله دي. اخيرا في تفصيله صغيره كده ليها علاقه بالمقارنه، ممكن اعمل كده حاجه اسمها تاكيد توكيد لفظي. عارفين التوكيد اللفظي بتاع العربي؟ لما يقول لك ايه، هو مين الاشطر، احمد ولا علي؟ يقول لك احمد اشطر واشطر من علي. ده تتكلم ازاي اشطر واشطر؟ ده بيستخدمها بنات كتير، يقول لك ايه بتدي احلى واحلى من فلان، انا احلى منك 100 مره. هي دي. فهنا نعمل التوكيد اللفظي انك تحط اتنين مقارنه على بعض، تقول لي لا اله الا الله، انت مش قلت دلوقتي ان ما ينفعش احط اتنين مقارنه على بعض؟ اقول لك استنى يا عم عليا، بتزعق فيا ليه؟ ينفع احط اتنين مقارنه على بعض بشرط ان يكونوا نفس الكلمه هي هي وما بينهم اند، تولر اند تولر، شورتر اند شورتر، bigger and bigger، اتنين مقارنة على بعض بنفس الكلمة هي هي وما بينهم and، انما مش more taller. more taller غلط. انا قلت اه ما ينفعش اقول more taller، انما ينفع احط اتنين مقارنة ورا بعض بمعنى اطول واطول. فاقول مثلا علي is taller and taller than احمد. هنا بقى ينفع، بس لازم تبقى كده تحديدا، مش اي شكل وخلاص، لازم تبقى نفس الكلمة ما بينهم انت.
يبقى ساعة ما تحط اتنين مقارنة ورا بعض لازم يكون نفس الكلمة ما بينهم اند، انما اوعى تحط مور قبل اي ار او اي ار قبل مور، لا ده ما ينفعش، دي مش نفس الكلمة وما بينهمش اند. حلو قوي، ده ازاي نعمل مقارنة؟ طب ازاي يا مستر نعمل تفضيل بقى لما نحب نقول ان فلان ده احسن واحد في الدنيا؟ قال لك التفضيل برضو في منه للصفات القصيرة وللطويلة. التفضيل للصفات القصيرة كل المطلوب منك في الصفة القصيرة انك تكتب الاسم وبعدين verb to be am و is و are او was او where او يبدو، ينفع برضو يبدو seem او look او كده، وبعدين ذا والصفة est. تقول لي اه احنا واخدينها من زمان دي، the tallest الاطول، the shortest الاقصر، the biggest الاضخم، صح جدا. ذا والصفة و est اهو، my friend is the cleverest. في الصفات القصيرة ذا والصفة و est، قال لك بس في الصفات الطويلة هي مش ناقصة طول، فمش هينفع نحط لها est زي ما حصل في المقارنة. ففي الصفات الطويلة دي كده في القصيرة، في الصفة الطويلة مش هينفع نحط ذا والصفة و est، فهيبقى ليها قاعدة تاني. هيبقى القاعدة بتاعتها بنكتب اسم الأول وبعدين يكون أو يبدو verb to be أو فعل يبدو seem أو look am و is و are و was و where و seem و look و sound والحاجات دي، وبعدين بنكتب ذا عادي جدا، بس بنكتب the most يعني أكتر واحد في الدنيا أو the least أقل واحد في الدنيا، وبعدين نكتب الصفة. هنا القاعدة دي للطويلة والقاعدة دي للقصيرة. مثال she is the most beautiful، هي الأكثر جمالا. هنا beautiful صفة طويلة، حطيت قبلها إيه؟ the most، ممكن نكتب the least أقل واحدة في الجمال. يبقى هنا the most أو the least بيتحطوا قبل الصفات الطويلة في التفضيل للصفات الطويلة، والصفات القصيرة بنكتب ذا والصفة و est. شوية ملحوظات صغيرة عشان نبقى قربنا نخلص. الملحوظة الأولى ودي ملحوظة مهمة جدا جدا، إيه العلامات اللي أول ما أشوفها بختار تفضيل على طول؟ مش بختار مساواة ولا مقارنة، لا بختار تفضيل على طول. في علامات معينة، كلمات معينة لو شفتها يبقى تفضيل يا سيد العزيز، خلاص الكلام منتهي. بص لما الاقي كلمة ever، ever معناها في المطلق، يعني مثلا he is the cleverest ever، هو اشطر واحد في المطلق، مفيش حد اشطر منه، يبقى اول ما الاقي ever دي اختار التفضيل. او الاقي كلمة of all يعني في وسط كل الناس، ادي تاني علامة. او الاقي in ومكان، فلان ده is the cleverest in the school في المدرسة، in the class في الفصل، in the family في العيلة، in the street في الشارع، in the country في الدولة، او ممكن الاقي on earth على الكرة الارضية ده حد اشطر واحد في الدنيا كلها. يبقى لما الاقي العلامات دي اختار تفضيل، مجرد ما اشوف اي كلمة من الاربعة دول اختار تفضيل. مهم جدا تبقى حافظ الاربع كلمات دول. هما on earth دي قليلة ما بتيجي، مفيش حد اشطر واحد في الدنيا في الاون ايرث يعني، بس عموما خليك عارفها ككلمة رابعة. يبقى التلاتة المشهورين قوي دول ومعاهم اون ايرث، يبقى لما بشوف كلمة من دول ادور على التفضيل. خلاص انسى المساواة وانسى المقارنة، انا كده عايز ده احسن حد ايفر مطلقا، ده احسن حد اوف اول في كل في وسط كل الناس، او ده احسن حد ان ذا فاميلي او ان ذا كلاس. طيب حاجة تانية مهمة قوي في التفضيل، انا عارف ان التفضيل عبارة عن ذا والصفة و est او the most او the least، يعني في ذا. قال لك احيانا بنستغنى عن ذا، امتى يا مستر؟ ما بتكتبش ذا في التفضيل، ركز في المعلومة دي مهمة قوي قوي، لا نضع ذا في التفضيل. يعني مستر هنكتب est على طول، فعل صفة ذا est مباشرة او more او most مباشرة؟ ايوة، لا نضع ذا في التفضيل في حالة ايه؟ اذا جاء قبلها عدد ترتيب او اسم ملكية او صفة ملكية. مش فاهم حاجة خالص، ايه اللي انت بتقوله؟ يعني ايه الكلام ده؟ بص ركز معايا، he is the first cleverest. مستر حضرتك نسيت تحط زي، معلش لا مش هحط زي. ليه؟ صفة عدد ترتيب
the first, the second, the third, the last. لو لقيت صفة من صفة من عدد من أعداد الترتيب ما بيستخدمش EST، يبقى ده مهم قوي إنك تبقى عارفه. إذا وجدت عدد ترتيب ما تحطش EST، أو لما أقول مثلا هي إز أحمد's cleverest student، ده أشطر طالب عند أحمد، أحمد ده مدرس مثلا. فهنا لحظة كده في زي يا مستر، عشان ده تفضيل. لا، ليه؟ اس الملكية، يبقى عدد ترتيب او اس الملكية او صفة ملكية. هي از ماي كليفرست ستودنت. مستر مش حاطط زي ليه؟ ليه ما قلتش ذا كليفرست؟ عشان عندي ماي صفة ملكية. يبقى ثلاث أسباب يخلوك تستبعد ذا من التفضيل في حالة إذا جاء قبل التفضيل: عدد ترتيب زي ذا فيرست، أو اس ملكية زي أحمدز، أو صفة ملكية زي ماي وهيز وهير. ساعتها ما نكتبش ذا، ما نكتبش ذا في التفضيل إذا وجدنا واحدة من الثلاثة دول. آخر حاجة عايز أقولها لك ونبقى خلصنا، حضرتك لازم تبقى عارف إن في حاجة اسمها الحالات الشاذة في المقارنة والتفضيل. يعني مثلا كلمة جود يعني جيد، لو عايز اقول افضل حط ER، صح؟ لا، بيتر. تقول لا، ازاي جود تبقى جودر؟ مش حاجة اسمها جودر، بيتر حالة شاذة، والتفضيل بتاعها حالة شاذة برضو، ذا بيست. باد يعني سيء، يبقى التفضيل بتاع المقارنة بتاعتها بادر ER، لا وارس اسوأ، والتفضيل ذا وارست الاسوأ. فار يعني بعيد، المقارنة بتاعتها تنفع فارذر، زود عليها تي اتش خد بالك، او فارذر بالاي او باليو، الاثنين صح. يعني ممكن اقول مثلا جود، بيتر، ذا بيست، باد، وورس، ذا ورست. حالات شاذة دي تتحفظ: فار، فارذر بالاي او باليو، تنفع فارذر او فارذر. تقول لي طب ما خلاص ما تبقاش مش حاله شاذه، اقول لك لا، ما تي اتش زياده ما كانتش موجوده. او ذا فارزست برضه بالاي او باليو، فارزست او باليو، الا انه فارذر اللي باليو، اللي باليو ليها استخدام تاني خالص غير المقارنه. لما اقول لك لمعلومات اضافيه تواصل معنا على رقم كذا كذا كذا، فور فارذر انفورميشن، معلومات اضافيه معلومات اخرى، يبقى further if you are T-H-E-R لها معنيين: أبعد المقارنة بتاعت far، وإضافي. تقول لي طب وfurther اللي معناها إضافي تنفع برضو إيه ويو؟ لا، اللي معناها إضافي دي بس. يبقى for further information دي ما تجيش غير كده، ما تجيش بالإيه. مهم قوي تبقى واخد بالك من التفصيلة دي. كمان في حاجة اسمها most of all من غير ذا، most of all من غير ذا. يعني مثلا أقول لك إيه، I love، أنا بحب all my family، بحب عيلتي كلها والله، but I love my father، بس بحب ابويا most of all، اكتر واحد في الدنيا. هنا most of all دي مش the most، في الموقف بتاع اكتر واحد في الدنيا يبقى لازم تعرف انها most of all مش the most of all، most of all كده هو. ولازم تعرف انها اسمها for further information مش بالايه. دول كده ايه يعني، خليك عارفهم كملحوظات على جنب كده، تبقى عارف التعبيرين دول على بعض ما يجوش غير كده. for further باليو مش بالايه، وmost of all من غير the most of all بمعنى اكتر واحد في الدنيا. كده انا خلصت مع حضرتك شرح القاعده، وتعالى لو انت نراجعها مع بعض على شكل سلايدز عشان افكرك بكل كلمه قلتها لك في المحاضره. اهو يا سيدي السلايدز اللي انا قلت لك عليها للمساواه بين اثنين في صفه، بنستخدم الاسم الاول وبعدين يكون او فعل تقريري، as وصفه، as واسم الثاني. سندس از as clever as افنان، ولو في حاله النفي not بستخدم as او so، كلاهما صحيح، والصفه as واسم الثاني. سندس isn't as clever as افنان، وممكن استبدل as دي بso عادي جدا.
ممكن استخدم طريقة تانية للمساواة بان انا اقول فلان يملك او فلان عنده the same، وبعدين الاسم من الصفة the same the same، وممكن اقول هي the same على طول من غير has يملك، هي the same height as her friend. طب ايه بقى الاسامي بتاعت الصفات اللي انت قلت لها مستر؟ هقولها لك، تقدر تاخد السكرين دلوقتي. الاسم اللي ممكن استخدمه بعد the same وبعدين noun بعدين as، the same بستخدم معها اسم مش صفة اهو. من big و small بستخدم كلمة size، من long بستخدم length طول، من deep بستخدم depth، من old و young بستخدم age العمر، من expensive و cheap بستخدم كلمة price السعر. the same لازم تستخدم الاسماء، strong بستخدم كلمة strength القوة، far و near بستخدم كلمة distance المسافة، wide بستخدم width الاتساع، و high و tall بستخدم height. My flat is as big as yours. مع as و as استخدمنا صفة، إنما لو استخدم the same هتبقى my flat is the same size اسم as yours. بعد كده المقارنة، ولكن قبل المقارنة لابد أن نعرف أن الصفات بتنقسم إلى قصيرة وطويلة. قصيرة ذات مقطع واحد زي tall و big و short و small، وطويلة زي ذات أكثر من مقطع زي interesting و beautiful. المقارنة بين اثنين في صفة قصيرة اسم الأول وبعدين يكون أو تقريري زي look، تقريري يعني يبدو، look و sound وكده، وبعدين الصفة و er و then واسم الثاني. he is أو he looks taller than his brother. لاحظ أن الصفة الأخيرها إيه أصلا بنضيف لها R، دي حاجة خدناها من زمان. fine بنشيل E، بنشيل E ونحط ER، أو بنسيب E زي ما هي ونحط R بس. كويس. كمان إذا انتهت الصفة بساكن وقبله متحرك بنضاعف الساكن قبل إضافة الـ ER، الـ ER زي thin تبقى thinner و big تبقى bigger، بنضاعف الـ end وبنضاعف الـ G. الصفة اللي أخيرها Y بنضيف لها IER، easy بنشيل Y ونحط IER تبقى easier. يعني كلام سهل قوي كلنا حافظينه. المقارنة بين اثنين في صفة طويلة بنكتب الصفات الطويلة غير القصيرة، بنكتب more أو less وبعدين الصفة وبعدين than، مش بنضيف للصفة ER. تعال نشوف كده. she is more beautiful than her sister. من الممكن استخدام less مع الصفات القصيرة بمعنى أقل. أنا اتفقت معك على كده إن less تيجي مع القصيرة والطويلة. she is less tall than her sister. لاحظ لا نضع than بعد صفة المقارنة إلا بنذكر الاسم التاني بعدها، طالما ما فيش اسم بعدها زي ملك is tall but مرام is taller، مش هحط بقى زين خلاص لان انا كاتب تولر اخر الكلام. لاحظ ان من الممكن وضع كلمات قبل صفات المقارنه لتقويه المعنى، الثمانيه اللي انا قلت لك عليهم a lot و much و far و even و a little و a bit و slightly، واحيانا a few، يعني هنزود هنا a few عليهم. رحيق is slightly taller than رؤى، رحيق اطول من رؤى بحاجه بسيطه. لاحظ شكل الضمير بعد ذان، فإن كان بعد الضمير فعل بنستخدم ضمير الفاعل، وإن كان لم يكن بعده فعل والضمير هنا آخر حاجة فبيكون ضمير مفعول زي my friend is taller than me، هنا لأنه me آخر كلمة فمش هيبقى فيه ضمير مفعول، إنما my friend is taller than I am عشان فيه هنا فعل اللي هو am فهنستخدم ضمير فاعل اللي هو I. لتفضيل احد على الجميع بنستخدم الاسم وبعدين يكون او فعل تقريري زي ما اتفقنا ذا والصفه وايه سي تي. هي ذا تولست بوي ان ذا كلاس. لتفضيل احد على الجميع بس في صفه طويله بنكتب ذا موست او ذا ليست وبعدين الصفه. ذا ماتش از ذا موست اكسايتنج. كويس. لاحظ بنستخدم صفات التفضيل في وجود ان و اوف اول و ايفر. العلامات هي از ذا تولست اوف اول او ان كلاس او ايفر، الثلاثه صح. بعد الاعداد الترتيبيه بنضع صفه التفضيل بدون ذا، يعني ايه؟ يعني مثلا احمد is the first cleverest student. هنا كلمه the first خلتني ما حطيتش the cleverest، يعني انا المفروض متعود انه the cleverest، لا علشان كلمه the first موجوده فمش هحط ذا. بعد صفه الملكيه واس الملكيه بنحط برضو صفه التفضيل من غير ذا. علي is my cleverest friend. cleverest friend هنا ما كتبتش the cleverest ليه؟ عشان عندي صفه ملكية. كمان بنستخدم most بمعنى very، ممكن استخدم most بمعنى very بالمناسبة من غير ذا زي أفنان is most beautiful يعني very beautiful، جميلة جدا. الصفات الشاذة لا تسير على ما سبق من قواعد زي bad worse than يعني أسوأ من و the worst good better than و the best far farther بالA أو باليو than و the farthest أو بالA أو باليو برضو و much و many و a lot المقارنة بتاعتهم more و the most. وبالشكل ده نكون خلصنا قاعدة المقارنة والتفضيل المساواة. أتمنى تكون ركزت معايا في تفاصيلها لأنها سهلة قوي وفيها بس الملاحظات اللي محتاجة تكون فيها تركيز. الملاحظات اللي هي زي مثلا ايه الحاجات اللي بتيجي قبل المقارنة، امتى ما نحطش than، امتى ما نحط ضمير مفعول، امتى نحط ضمير فاعل. الحاجات الصغيرة دي هي اللي محتاجة تركيز، انما غير كده قاعدة سهلة ولذيذة. بتكتب معايا اكيد صح؟ بحبكم جدا جدا في الله واشوفكم دائما على خير. الى اللقاء.